مكان اختبارنا اليوم هو في الاوتوستراد العربي او في هاي واي مقفل. هذا المكان يفرق عن مكان مخصص للدراج ريس ويفرق ايضا عن كحلبة سباقات. نوع الزفت يختلف تماما. لكن الحلو في هذه الاماكن انه يكون اداء السياره يعتمد اعتماد شبه كلي على السائق. اول ما وصلنا شفنا كذا حاجه مشعه. عبد الله ايدي سيارتك المفضله، لانه اذا انا ماني غلطان انت بطل المملكه لفئه الجي تي. عم بحكي انا على البورش 3، على البورش اللي هي تجي فئه الحلبات اسمها جي تي 3 كاب كار. بورش جي تي 3 سياره كثير حلوه، منا فائت القوة، بس سيارة للحلبات بتاخد العقل. أنا أعشق هذه السيارة بكل تفاصيلها. لونها جبار. هذه اسمها ملكة الحلبات. طبعاً اللي يميز تي 3 RS هو الأيروديناميكية اللي فيها، خفة الوزن والجناح الكبير اللي في الخلف. هذه أيقونة الحلبات. نتكلم عنها 6 سلندر، ما فيها توربو، ما فيها شيء، 500 حصان. اي نورمال اسبريتد انجن مع صوت المحرك تبعها 1400 كيلو، 0 ل 100 3 ثواني. اوكي. كمان كوارتر مايل مش بطال 11 ثانية. اوكي. أنا لإلي دائما بعتبر إنه البورش إن كان جي تي 3 أو التوربو حتى، هول السيارات الوحيدين فيك تقدر تسوقهم على الحلبات وعن جد فعلياً لك اليوم. صح. ما هذه فلسفة بورش أصلاً. خلينا ننزل المكلارن. يلا. ونحضر حالنا لنبلش. يلا. يلا. عبد الله، لكن لنتفق على شو هن التجارب رح نعملها نحن اليوم. يلا. رح نبلش اول شيء من 0 ل 100 كيلومتر بالساعه. انا رح اطلع جنبك بالبورش وانت تطلع جنبي انا بالمكلارن. بنرجع بنعمل وحده ثانيه من 0 ل 400 متر او الكوارتر مايل، بس هيدي بنعملها مع بعضنا. وبنرجع بالاخر بنعمل وحده بنشوف تسلا الفرمله، يعني رح نمشي سرعه 100 كيلو بالساعه وبنعمل بريك دغري بنشوف ايها بتوقف قبل الثاني. صار وقت انه هلا نبلش نحن اختبارنا للمكلارن والبورش، ورح نبلش هلا من 0 ل 100 كيلومتر بالساعه. يلا عبد الله انت لكان بس بدك تنطلق انا بلش عير على راحتك، وانا ساعتها رح اطلع وقتها تصير 100 كيلو بالساعه. عير بورش جي تي 3 ار اس توقيتها الاوفيشال من المصنع من 0 ل 100 كيلومتر بالساعه هو 3 ثواني فاصلة 20. والله مش بطالة يا عبد الله، 3 ثواني فاصلة 9. 3 ثواني و95 جزء، هذا رقم جبار في هاي واي. والله حلوين، يعني 0.7 ورا ما بالشركة هن بيعملوها مع الدولية مع كل شيء. برافو بورش. والله فخور انا صراحة. هلا هل خلينا نشوف المكلارن. يلا. يلا. اوكي. اوف. شو 3.5 سريع جاء وقت دراج ريس بين السيارتين، وهلا وصلنا للجد. 3 2 1. واو سريع المكلارن، 232 كيلومتر بالساعة من 0 ل 400 متر. اوف شو هاللونش كنترول، شو هالتراكشن اللي فيها، شو هالتماسك، اختفى. واو عبدو من بداية الانطلاقة كان قدامي، فقدرت بس اكون جنبه شوية النمرة الاولى وبالنمرة الثانية، بعدين المكلارن صارت مكوك فضائي، اختفت من الوجود. صار وقت نفحص هلا مكابح السيارة. كل امل بورش تغلب المكلارن في الفورمولا. تعال خلينا نشوف السالفه. عبد الله هلا انت كل الوقت حاطط معاك السبراي والمتر. كان عندي امل اني انا بفوز عليك صراحه. هذا كله وزن زياده، انا كرمالك هذا خسرك زياده يمكن. متر 2. ما اثق في حساباتك، انا متاكد انه اقل. 3 سنتي انا. تعال تعال شوف تعال، ها انت عير بهذا. يا وانا بعير. نحن عندنا من هالنقطه بالتحديد، خذ دهنا بس يلا. كم عندك؟ متر و98 سنتي. مترين. والله وحش والله مترين يعني.
مترين فقط، جدا معقولة نظرا لاختلاف نوع الفرامل. صراحة رغم أنه هذا السيراميك يعني مجهز السرعات العالية 400 كيلو بوقف بس بيخلص. هذا الحلبات بلف بلف بتلف ما بيخلص بسرعة الحديد. عبد الله حش تعطي أعذار، بعرفك أنت بتحب كثير البورش. يعني يمكن 0% فاجأتني البورش، يعني وقتها صح أسرع بس وقتها مو بعيد ترى مكان 100%. احنا اثنيناتنا بعدنا الفرق بيننا 0.4. صح، انا ارى انه المكلارن فيها تكنولوجيا فضائيه اليوم. اليوم صراحه كل يوم انا برايي وصلوا الى درجه مستحيله انه يعني مقاتن بالسوبر كارز الباقي. غريب انه لاول مره يمكن بحياتي ما عندي شيء انتقده او ما احبه بالسياره. مكلارن 720S حبيتها كلها. احنا استمتعنا صح؟ تجربه كثير رائعه، اكثر من رائعه. وانا عندي صار مشكل اللي هو انغرمت عن جديد. والله انغرمت ببنت اسمها مكلارن 720S. صف دور. يلا هذا اتصال جانا، خلينا نشوف شو الموضوع. مرحبا، اتمنى ان تكونوا قد استمتعتم باختبار السيارتين. غدا يوم جديد واختبار اخر بالسياره الروسيه UAZ Patriot. ما عندي أي فكرة عنه، هاتنا نشوف لبكرة شو معقول تكون هي هالسيارة. يلا حلو، ليتس جو. الدليل اليوم كان حلو، أكيد بكرة شيء أحلى.